وننتقل مباشرة إلى العاصمة الجزائرية، حيث ينضم إلينا من هناك موفد مركز الأخبار الزميل محمد العزب. بداية محمد، بدأت الوفود الرسمية تصل تباعا اليوم، لو تضعنا في أجواء القمة المزمع عقدها يوم غد. نعم محمد، فعلا بدأت وفود القادة والزعماء ورؤساء العرب في التوافد تباعا إلى حضور القمة العربية 31 في العاصمة الجزائر، وتحديدا بالمركز الدولي للمؤتمرات. وجميع الأجواء مهيئة كما استعدت الجزائر وكما أرادت لهذه القمة، بتسخير كافة إمكانياتها البشرية والمادية لإنجاح هذه القمة التي سمتها قمة لم الشمل العربي. في هذا النهار كان هناك اجتماع إضافي، أو هكذا ظنت بعض وسائل الإعلام، ولكنه كان اجتماعا تشاوريا وكان اجتماعا تكميليا لما كان في اليومين الماضيين من وزراء الخارجية العرب، بحيث تم وضع ربما آخر النقاط على الحروف لمشاريع الملفات والبنود التي سيتم إدراجها في جدول أعمال القمة العربية على مستوى القادة لانطلاقها رسميا غدا الثلاثاء. وبالتالي نعود إلى تصريحات حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أمس، بحيث تم اعتماد جميع هذه المواضيع. ما رشح من هذه الاجتماعات واجتماع اليوم التكميلي أن الملفات التي لم تكن محل خلاف وكانت توافقية من حيث الأصل جرى التأكيد عليها بشكل شبه تام، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية للأمة العربية، والتأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإعلان دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق المبادرة العربية. وكذلك يجري الحديث كثيرا عن التوافق على مزيد من التنسيق للمنظومة الاقتصادية العربية والتبادل التجاري بين الدول العربية والأشقاء العرب. كذلك الحديث عن استراتيجية الأمن الغذائي العربي، بحيث تكون لهذه الأمة مزيد ومزيد من الترتيبات في هذا الشأن المهم جدا عالميا، خاصة مع ما يشهده المجتمع الدولي من أزمة في أوكرانيا. وكذلك من الملفات لنقل التي كانت نوعا ما خلافية، ولكن جرى العبور عن كل هذه الخلافات إلى ما يشبه التوافق، كذلك الملف الليبي، بحيث جرى التوافق على صياغة مقبولة إلى حد كبير من جميع الأطراف بغض النظر عن علاقة كل طرف بما يخص الملف الليبي وبالذات التدخلات التركية. إذن الأجواء جدا مهيئة لقمة عربية ناجحة، هكذا يأمل الجميع. وتتحدث مصادر من القمة العربية في الجزائر عن حجم التمثيل الذي سيستمر بتوافد الحضور من قادة ورؤساء وزعماء، يتحدثون عن نسبة لا بأس بها عن 2/3 من حضور على مستوى القادة العرب، وهذه نسبة جدا مبشرة. نعم. إليك محمد. الزميل محمد العزب، كنت معنا من العاصمة الجزائرية، شكرا لك.